معقول عبد الجبار يكون هيك؟ طيب ليش لي اعطيك سيارته الشاحنة؟ من شان تمر فيه الطلاب على المركز. وشو خسران هو؟ كلمة ويقولها. طالما بيعرف انه رح يخطبني الليلة فبالتالي ما رح ياخد حدا على الأمسية. ديك الفن دخيلك. قم تأكد لي الباب مقفول. حاضر. اطمن مقفول. مين؟ أنا عادي. لازمكن شي؟ لا لا شكرا، نحن عم نحضر للأمسية. بيقلكن أبو سطيف إذا لازمكن شي دقوا علينا ولو بعض رصاص الليالي. لا شكرا أخي عادي، وسلمنا على أبو سطيف. فولفو. ما في شي ما في شي، لا تركز. أيوة. ألو ألو ألو. أعزائي المشاهدين، أعزائي الحضور، نقدم لكم اليوم شاعرا من مستوى رفيع، ألا وهو الأستاذ جمعة جمعة. شو رأيكم يا أصدقاء؟ شو؟ لازمون شي؟ عم حضروا حالهم. عادي من هلأ عم قلك بكرة بدك تخليني أنا سوق. لأ ماشي بخليك تسوق، بس ليش قلت لي حالك كل هالقد؟ لما ونادية شبو؟ بدهم يطلعوا معنا. من هلأ عم بقلك ما بده يصير معها جلطة عسوقتك. عادي برأيك هذا جمعة رح يطلع معه شي بهالأمسية؟ ايش بيعرفني؟ عامل لي حاله شاعر، بكرة بنسمع ومنشوف. صحيح عرفت ايش ساويت مها؟ شو ساويت؟ حكيت لنادية كل شي عني. ومها جابت سيرتي شي؟ ما جابت سيرتك طاول، بس بعدين اكيد تجيب سيرتك للمى. وشو عملت نادية؟ زعلت منها؟ لا بتعرف ليش؟ ليش؟ فوت لجوا لأحكي لك. يلا فوت. شويش 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 أبو سطيف فوت. لا تكونك بالليل حقوق. ما في حدا. تأكد منيح الله يخليك. تكرم عينك. يلا نام وتصبحوا على خير. وانا هعزم لكم احلى معزوفه. تصبحوا على خير يا اصدقاء. وانت من اهله. لا طول بالك منحاول محاولة تانية. أحلى كل ليل. Thank you.
لف من عندك من عندك من على الشمال. لخدوس غيو اشباك عطيه للصاجة. عرفت اللي قال واحد منهم؟ حسب الصورة اللي معي هذا هو. في حدا لاحقناه؟ لا ما في حدا لاحقناه. منين هلا؟ دغري. عم يا ابو سطيف راحوا من هون. دي بسرعة قبل ما نضيعهم بسرعة خيو. بتخبري الشرطة؟ لا. مشان استاذ جمعة؟ قلت لك لا. بأمرك. تنبك معوي. شو اكل اليوم؟ مو مخلي اكله مو اكله، تقول قايم البراد وحاطه كله بقلبه. مو الحق عليه، الحق على البراد. سيد خميس خليك عنده بس توصل الدكتور لتحت. انا حجيب له شويه ادويه من عندي من البيت. شرف. على راسي تفضل. شرف دكتور. سلامتك. سلامتك يا ابو محمود، سلامتك. الله يسلمك. شو اكل اليوم كبار؟ طول بالك طول بالك. بسيطة بسيطة. مرحبا يا شباب. الله تتلوني ليش خطفتوا الاستاذ عدنان وجماعته؟ وصيل طب ايش بدك؟ لحظه، ومن الذي بعتكن؟ وصيل خطفوني انت. وليه خطفتوه له؟ طول بالك معلم، انتوا فكوني وانا بعرف بحكي. ما عذرت طاول. بدك تخبرني يا الله ليش خطفت الشباب؟ عم يا ابو سطيف اجيب لك سيخ المعاش. يو ليش؟ مشان نساويهم كباب. ليش؟ ما كنت الكبه تبعنا شغاله.
بدي اساويكم معكرونه اذا ما بتعترفوا. ابو سطيف هدول باعتهم خميس. من وضع خميس؟ مراقب دوام عندنا بالمدرسه. انتو ولك جاكم لهون وش بدكم من الاستاذ جمعه والاستاذ ذيك الجن؟ طول اشوف. انا ما بعرف يا معلم، انا مجرد شوفير. لا تجيب الكلمه على لسانك مره ثانيه ولك. شوفير؟ ليه ما بتعرف ان السواقه فن واخلاق وذوق يا عديم الاخلاق؟ اللي لا اشوفه لك اعترف باين عليك انت الراس الكبير. جبت ابو الصيف من شكله مبين. فعلا ابو الصيف العمليه كلها كانت تحت ادارته. عادل اعطيني سكين مطبخ لهون لك. ايه الطلب مثل الطلب ابو الصيف. واحلى سكينه مطبخ. سنن لك يا عم يا ابو الصيف. اشو استاذ عدنان ايش عامل لك فيون؟ شو عامل لك كباب؟ ايش ما استاذ عدنان ما عم بيطلع صوتك؟ عم يا ابو الصيف صوته ما عم يطلع من الرعبه. فوت ارتاح استاذ عدنان فوت فوت. نعم اضربكم ضرب روعتوا له صوته للزلمه. بدي اعترف ولك اعترف احسن ما اطلع مصارينك واعمل منه نقبه وات. شوي شوي يا ابو الصيف لا تقوم تذبحه. يا لا اصلا بدي اذبحه. ايش شايفيني عم بلعب معه؟ مين انت اللي بعته؟ خميس مراقب دوام عندنا بالمدرسة. من وين خميس ولك؟ ما بعرف. بدك تعرفه غصب عنك. ايش اسمك ولك؟ ايش اسمك؟ محسوبك ابو الليل. بدي اساويك ابو بريص. قلت لك اسمي ابو الليل يعني ما راح اعترف. اذا بدك روح اسال عني. في ناس كثير بتعرفني يبدو انك ما بتعرفني. وبعدين في وراي ناس كثير. خلاص ولا مين في وراك يعني؟ خوفتني خوفتني كثير. عم قلت رجالة بتحكي ولا؟ قلت لك اسمي ابو الليل ما راح اقول ولا كلمة. يلا على النوم يا شباب. عادل احمد يلا على النوم. شو عنا ابو مصطفى وهدول وين كنت تتركوهم؟ وين نتركوا نوم بالعود؟ يلا استاذ جمعة يلا يديك الجن على النوم. اكمم لك هالكام على ابو مصطفى. لا لا عادل عيفهم خليني اسمع اصواتهم بركي بدي اجيب اجلهم. يلا على النوم يا شباب عندنا شغل من الصباح. فوت ارتاح استاذ. تصبح على خير يا ابو سطيف. الله معك. ما بدي غوشه اهو بدي انام. شرف ابو سطيف. تصبح على خير عمي ابو سطيف. يا خير. تصبح على خير احمد. تصبح على خير عبدول. يلا يا ابو اطلعي انتي وليلى وناموا. تصبحوا على خير. انتي من اهله. لا يا ولدين. لك انا بالاذن. اهلين عمي ابو رياض تشرفت. يا ميت اهلين وسهلين. تصبحوا على خير. تفضل. اهلا وسهلا. يسلم لي الوش يا لطيف. شو قاسي انخ. يلا جدك قومنا خير ابو صليف. ايش في؟ ما بعرف يا عادي بس حاسس كانه ابو محمود صغير وجهي. ومين هذا ابو محمود؟ الافنر. ابو محمود الافنر. ايش كان ابو محمود بنعرف؟ هذا اللي مزعله؟ ايه قلبي محسسني انه ابو محمود صاير له شيء. لا مرضان لا عيم الحادث لا سمح الله. نام عادل نام. خير ان شاء الله. تصبح على خير. وانت من اهله اطفي الضوء ونام عادل. فولفو
الشيطان الرجيم. سليم سليم سليم، الله يجير بدلك. لك شبك ايش فيك؟ قوم نام تختك قوم. معلش معني خلاص، طلع الصبح معك بحرزح. اعمل لك فطور. شو بدك تفطرني؟ حليب وكعك، غير هيك ممنوع. سليم يا سليم، عود لحكي لك المنام. الشهاد الشهاد فكين حاله، راح يسأل تنبيحة على الفاضي. لا شوف السيارة. مسيرين سيارتهم كمان مع انه المفاتيح معي. صحيح والله حرامية، بيصعب عليهم يفتحوا سيارة. ليش؟ لا ارجع انام، ما لك ترجع تنام؟ مو جايك نوم؟ لا تدردش يعني، تدردش وما في صوت؟ لكن بروح معك انت، بس من انت ما في صوت وهو ما في صوت، دردشوا سوا. لا لا بروح انا كمان معك. طالما
في مسجله؟ متشغل المسجله وخلي الاستاذ عدنان يوقف قدام الميكروفون ويحكي كانه هو اللي عم بحكي؟ وهي مشكلتها بكون حلت وانت مشكلتك انحلت؟ مزبوط، بس تعرف الصيغه لازم تكون حلوه. الك نقدم لكم الان واليوم شاعر من طراز رفيع الا وهو الاستاذ جمعه. كويسه والله كويسه. عمر شو الحكي؟ مثل ما عم اقول لك، هذا صاحبك جمعه عنده بالبيت ناس مجرمين. مجرمين؟ نحن ما لنا لهالدرجه؟ يعني ما في مجال نكرر المحاوله؟ شو قلت؟ نكرر المحاوله؟ لا يا سيدي ما في داعي. ايه سيدي، وهلا بدك مالت المبلغ. ليش بقى؟ ايه انا بدي اخذ من كل المصاري اللي اخذتوها مني. استاذ خميس، بدك مالت المبلغ عطل وضرار. لانه سيارة الزلمة عملت حادث. عملت ولا ما عملت؟ عملت حادث. سمعت؟ يعني انت الكسبان ونحن الخسرانين. وبعدين صاحبك جمعة اكل قتلي على كيفه وحشك ولبك، ويمكن ما يقدر يروح لمسي. ايه بس انت ما قلت لي الحكي من قبل، شو صار تقلب على كيفك؟ قال لي بدك تدفع ولا لا؟ لا بدفع، شو حكينا؟ قال لي صار حكى ابو رياض؟ ايه عمو، قال ناطرينه هو ما عند السيارة. ايوه، دي عادل، خد احمد وطلقوه. يلا لألبس القميص واجي. دي يلا. يلا استاذ جمعه، استاجرنا لكم سيارة. ممتاز. ابو سطيف بحبها. عراسي. تفضل. لك دي يلا عادل. تفضل. طولي بالك هلا بيجوا. يلا عادل حرك حالك شوي تاخرنا. ايش بك فرط معلقك؟ خفة جاهز. يلا ماشي. من فرحته الاستاذ جمعه نسي الباب مفتوح، حرام خليني اسكر له اياه. اتركه، ايش بدهم يشلوا له بيت شعر يعني؟ على قولتك. اهلين مدام، تفضلي. يوم انا بدي اقعد قدام لكن هيك الاتكيت. لا تعذب حالك ابو الصيف، انا بسوق. طب ما في قدام، غيروا طلابا. وكم يوم بدك تضل على الحالة؟ 4 ايام. اصف لك دواء ما عطاك انتبيوتيك؟ شباب مجلة ما بحب، ما بدي طاول. تبركوا على السوا، انا مالي من الجمعة، ترى انا عقلي سرقوا ايدي 13 شاوية. فهمتوا؟ فوتوا لشوف. تحرك انت وياه شوي شوي وعلى مالكم. شايفكم؟ ايوه. تفضلوا.
جناح. عم اذنك عم اذنكم عمو. عم اذنك. شوفي. يا تفضلوا. شو هالسواقة يا ابو الطيب؟ تفضلي مدام شفيقة. يلا برياض تفضل. يلا يا صبايا يلا تفضلوا. إشارة من إيدك أستاذ عدنان. كويس. دوم ندخل. مدة تبلش حفلة. معلش يا مصطيف. يا ريت أنت والشباب تسبونا. أنا والأستاذ نعيم في عنا حديث خاص مع الأستاذ. ماشي الحال. بالإذن أستاذ. تفضل أستاذ عدنان. سلام يا شباب. إيه. إيه أستاذ. شو رأيك بفكرة الكاسيت؟ الموضوع بالنسبة لي ما في مشكلة أبدا. بس أنا كان رأيي إنه يطلع شخص تاني يقدمك طالما الأستاذ عدنان ما بيقدر. المشكلة إنه الأستاذ عدنان بتقديمه لإلي رح يعطي للأمسية أهمية كبيرة. شو رأيك أستاذ نعيم؟ رأي الأستاذ عدنان كتير مهم عند النقاط. طيب لكان أنا رح أبعت الشريط على غرفة الكنترول وبعد 5 دقايق بيكون كل شيء جاهز. تفضل. تفضل. يا أهلا. شكرا شكرا. يا أهلا وسهلا. شرفتوا. أستاذ جمعة أنا بريت وعدي ومشيت. قالوا لي إنك عم تدير المركز. على كل حال مبروك. شكرا شكرا عزيزي. بارك الله. تفضل تفضل تفضل. يلا يلا تفضل. شلونك شفيقة؟ هي أول مرة بنطلع من البيت مع بعضنا سوا. يوه لا تخجلني. شو ابو سطيف؟ امتى بدها تبدا الامسية؟ ايش بعرفني؟ ايش قالوا لك عني مدير المركز الثقافي؟ لانه عندنا شغل لازم نرجع على اشغالنا قبل الساعة 8. مين بيسكك؟ اعطيك مفاتيح السيارة تمشي؟ لا يا ابو سطيف شو هالحكي؟ مثل ما اجينا سوا بنرجع سوا. قلت لي تربك بالمعدة. هيك قال الدكتور سالم جارنا بالبناية. أيقول لحاله لك بعمرك شفت واحد بيمرض من الأكل؟ كأنا شو دخلني؟ هيك قال الدكتور سالم. إيه سليم. هلا ما بيقولوا السمك مع اللبن بيصير تسمم؟ أنا مستعد أخلط السمك واللبن أخلطهم سوا وآكلهم وورجيني التسمم كيف بصير. مثل ما بدك. يعني مالك مصدق؟ لا 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 بالعكس مصدق. شلون ماني مصدق؟ لا أكيد مالك مصدق. قوم لكان جيب لنا كيلين سمك مشوي وسطر لبن. عم ناكل كيف بدنا ناكل رد مره ثانيه؟ لحتى اثبت لك انه الدكاتره مجانين وما بيفهموا. قوم جيب السمكات واللبنات وبدي اخلطهم واكلهم. قوم انتتم مثل الطير الطاير. ماشي معلمي. اللبن غنم ولا بقى؟ سمك. سمك. قلت لك سمك يا بني ادم سمك. شو ما بتفهم؟ روق معلمي والله خجلت. بدنا نسالك سؤال ثاني ما عاد نسترجي. تفضل. السمك بدك اياه بحسك ولا بلا؟ نجحت لبسي يا سليم. كله خبروني هيك. وانت بدك تاخذ الجلاءات اه؟ لبسي يا سليم. لبسي كان ممكن تشرب اي لحظه. انا رايح لتحت شوي. بدك شيء؟ ابو محمود جوا؟ ايه جوا. تفوت لعنده؟ ايه فوت. انت روح على شغلك. بدي اسالك تعشيتوا شيء؟ من شوي الحمد لله. ليش عم تسال؟ كان جاي على بالي اعزمكم على العشاء. افوت لجوا لكان لحالك كم لقمه. لسه الاكل على الطاوله. ايه
صديقي عبد الكريم، دعني من ترهات الدنيا، وحبذا لو تسمع مني هذه القصيدة التي كتبتها صباح اليوم في الورشة. اتفضل يا أبو العز، كلي أذن صاغية. أيها الليلة كل متنامي تحت أضلاعي، انهض انهض مثل ذئب أو مثل قطيع من الذئاب. حلو حلو يا أبو العز، جميل رائع. أماني أماني برقبتك يا عبد الكريم، عم بتطور ولا لا؟ عم تتطور، أنت عم تحرق مراحل يا أبو العز. شو رأيك أعمل أمسية شعرية؟ إيه شو علي؟ ضروري تعمل أمسية يا أبو العز. بنقدر نعملها بالمركز الثقافي تبع الضيعة؟ وليش بالضيعة؟ أنا مستعد أمن لك أحلى أمسية هون بنص الشام. هيا يا صديقي أبو العز، مثل ذئب أو مثل قطيع من الذئاب. هيا هيا قبل أن يداهمني شيطان الشعر. هيا بيعتذر منك. من فرحه انه رجع صوته، طلع من المركز وهو عم يصرخ لك رجع صوتي رجع صوتي قام رجع بح. المهم بحب طمنك، سمعت الناقد محمود عم يقول انه هذا اجمل تقديم لامسية شعرية سمعه بحياته. اطار عقله طيران. الصحفي سعيد سعيد ما غيره قال انتظروا اقوى مقالة عن الامسية، والفضل كله للسيد عبد الجبار. لو غزل حكي شهر الاستاذ جمعة اول اساس، ما هيك يا شباب؟ إيه لك؟ لقش بقى احمد احكي لك كلمة؟ إيه لك لك. بس لولاك ولولا تقديمك ما كان الجمهور استمتع. فعلا ابو الصيف بدع. استاذ جمعة لا تحكي ولا كلمة، يعني عبد الجبار عمل من الامسية شغلة. ليش انا شو قلت؟ حكيك مزبوط. يعني ايش بدي اقول لك؟ امسية طحشت الفولفو، امسية اسكانيا فابيس. شعر الاستاذ جمعة راقي. مستوى فوق. قومي ليلى قومي، قومي صاوي لنا كاسة شاي أحسن ما تسخفينا عند هالمساء. لا لا بركي بنتي، بركي، قوم أنت يا أحمد، قوم أنت ساوي شاي، خلي أختك تحكي بصافي شوي. حاضر. فولفو. واسمح لي يا أستاذ جمعة، هنيك على هالفكرة والطريقة المبتكرة اللي عرضتوها في التقديم. جهودنا المتواضعة أستاذ. حاولنا نقدم شيء جديد قدر الإمكان. شيء مثير. ما حدا ممكن يتصور انه يتم التقديم بهالطريقه هي، يعني شريط تسجيل في خربطه وبرنامج جميل. يعني يعني انا كثير كثير معجب. اسمح لي لك يا استاذ، انت عبقري. تلاميذك استاذ، وان شاء الله نقدم شيء ثاني اكثر اهميه. لسه ما شفتوا شيء؟ بعدين عمي ابو سطيف ما بيحط ايده بشغله الا ما بتنجح 100%. ايه عليه سواقه ولا سواقه عنتر. مره شارك بالرالي تبع السيارات، وصل قبل تاني واحد بثلاث ساعات. تصوروا اللون. قلت لهم وشو شو كمان؟ هو كان معه سيارة شحن سكانيا كبيرة وهن تكاسي صغيرة. لك أنا عمي هذا أبو سطيف ما نص فرنك. إيه بابا طاير عقله فيه، قال هذا أجمل مشهد مسرحي بيشوفه بحياته. وأمي نفس الشيء، حتى أخي الصغير وائل فرط من الضحك لما شاف المشهد. بس بصراحة شعر جمعة ما عجبني. مسكين الجمعة، مفكر حاله شاعر، بكرة بيترك الشعر. بده يتركه ماله سوسفي. يعني عدم المؤاخذة، أنا مثلا خدوني أنا شخصيا كمثال، إيش سوستي؟ سواقة، بحبها لسواقة، ما بحسن بترك سوسي. أحمد أحمد أبو سطيف لازمه شيء. شو عرفك أنت؟ ما عم بقول لك، إحساس. بسرعة. طيب عن إذنكم. شوف سيرك عالمي يقدم الرقص مع الأفاعي، وعن الأمسية الشعرية مو كاتبين شيء. إجوا الصحافة إياها. طول بالك، الشغلة بدها يومين ثلاثة. لا تستعجل يا أستاذ نعيم، العجلة من الشيطان. مزبوط عم يحكي الأستاذ رمضان. طلع بقى الماكينة، طلع على شغلك. إش عجبتك البركة في البيت؟ لا شغلة ولا عملة. إذا أبو محمود طلع عايش، إيه ما
بقى في مشكلة. حتى الراعي إذا كان ميت لا سمح الله تنحبس لك شي 3 سنين. دخلك إيش الفرق بين الحبس وبين البركة في البيت؟ عادي عادي ما بقى فيني أتحمل. إيش بقى أبو سطيف؟ عادي خدني على الماكينة وما تخليني أنزل. وجب أحمد تروح على الماكينة تعمل لها دوش بتصطى من جوا وبتجي مثل الطير. مشي استناكم هني؟ ايه ايه. ابو سطيف ايش ذكرك بالماكينة هلا؟ اتذكرني؟ شو هاي ما تنسيتها؟ طب ايش رأيك اعمل لك كاسة شاي اكرب عجن؟ لا لا ما بريد. ابو سطيف لا تزعل واعتبر كل الامور فولفو. ايش بك ابو سطيف؟ ايش بك؟ عدمي مبين عليك تعبان بروك شوي على التخت شطح. خير فيك شي؟ ما في شيء. حاسس قلبي قابضني شوي. من شو؟ ما بعرف. حاسس حالي بدي اختنق. طيب معلمي شو ساوي انا؟ اعمل لك زهورة؟ مليسة؟ لا لا بس بدي شوية هواء. طيب طيب اعمل لك كاسة شاي؟ ما في لزوم. قوم نتمشى شوي. لازمني شم هوا. يلا قوم ساعدني. يلا يا حاسس مالي قدام واقف على رجلي. يا كريم ما بس بس حاجة. يلا تعال امشي. وقتها كانت الدنيا شتي وكنت عم بلف بالكواع على الطريق الجبلي. وصلت على مفرق ابو وليد. شو هذا المفرق؟ في مفرق اسمه مفرق ابو وليد؟ هذا المفرق سميناه مفرق أبو وليد لأني حبيبنا وأخونا أبو وليد عمل حادث عنده ونزل بالوادي وعطاكن عمره يومته. قلت لحالي يا عبد الجبار آخرتك بشي وادي من هالوديان. كان الطريق طويل كل كوع له قصة وكل وادي من الوديان نزل فيه واحد من رفقاتنا هو وماكينته وما عاد رجع. وقتها وقفت الماكينة طلعت لتحت قلت نحن شوفيري حاملين روحنا على كفنا وماشيين عشان هيك انا ما تجوزت. انا بالاصل لا عندي اهل لا لي حدا. احسن خيو احسن. ليش لتعذب العالم معك؟ ليش لتخلي مرتك تستناك كل يوم لنص الليل؟ لا خليك طاير لحالك. هيك احسن. لا في مين ينتظرك اذا تاخرت باخر الليل ولا في مين يبكي عليك اذا صار لك شيء بيوم من الايام. لك اشوفكم ليش واقفين؟ انت وقفت ابو سطيف؟ ايوه. قومي اسكانيا. أمامي تمر الدراجات النارية والدراجات الهوائية فتحدث فجوة في روحي. أغيب قليلا فيورق الفضاء والسرخسيات أحترق فيضطرم الكون ثم أغيب. شو رأيك يا صديقي؟ جميل جميل يا صديقي. ولكن ولكن شو؟ هناك مشكلة يا صديقي. شو هي؟ لا توجد هموم جمعية في قصيدتك. أين الهم العام؟ ولكن هناك هم كوني يا صديقي. أنت غلطان يا صديقي. لا يوجد هم كوني في قصيدتك.
ما بكفي تكتب كلمة كون وفضاء حتى تصبح قصيدتك كونية وفضائية. بعدين بصراحة أنت ما عندك رؤية. أنا ما عندي رؤية. لا يا صديقي. لا تزعل يا صديقي من النقد. إذا بدك مصلحتك خليني أنتقدك بشكل صريح وواضح. ولا بدك إياني جاملك؟ لا لا جاملني. إذن شعرك كله بده إعادة نظر فيه. كل الشعر يا صديقي؟ أي نعم. شوف يا عبد الكريم، أنت عندك أدوات جيدة بس ما عندك دافع أصيل للكتابة يا صديقي. اتخنتها يا صديقي. أنا اتخنتها؟ روح عنا يا روح. بدك ياني جاملك وقل لك رائع وجميل؟ شو هالحكي هاد؟ شو هالحكي؟ طيب معليش معليش، عيفنا هلأ من الشعر والثقافة والأدب يا صديقي. أنا جوعان. ها؟ جوعان؟ جوعان. معك النقود يا صديقي. هذا هو الهم العام يا صديقي. لا أعرف. صباح الخير يا صديقي. اهلا بالافتخار الحلوين الجميلين. صباح الفل. صباح الخير يا ابو الحسن الحبيب. صباح الخير استاذ عبد الكريم. شو عم تكتب هالايام؟ اما امبارح الليل قبل ما انام كتبت لك قصيده ولا اجمل من هيك. اقراها لي. لا 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 قبل ما تقرا اياها خلينا نفطر بالاول. نفطر شو عليه؟ معك نقود يا صديقي. طبعا ثواني لغسل يدي وبدل وعي واقعد بدي يكون على الباب.
Thank you.